طيب اليوم يا شباب ان شاء الله بدنا نبدا في الداتا فيجواليزيشن. تمام، الداتا فيجواليزيشن موضوع مهم في الداتا ساينس. بدي ارجع لك هنا على اللاندسكيب للداتا ساينس. الداتا ساينس لاندسكيب حكينا انه من ضمن السوفت سكيلز انه انت يكون في عندك دومين نوليدج، تمام، ويكون في عندك كريتيكال ثينكينج. طبعا الدومين نوليدج هذه الداتا فيجواليزيشن حيساعدك انه انت تجيب نوليدج او تعرف نوليدج على الدومين اللي انت بتحاول انه انت تشتغل عليه. تمام، الداتا فيجواليزيشن لها اسم ثاني اسمها اكسبلوراتوري داتا اناليسيس او EDA. بتلاقيها هنا في على سبيل المثال لما انت تدور في الكيرنلز على الكاجل ممكن انه انت تعمل فلتر حسب التاج. هتلاقي انت في عندك هنا EDA لحالك بتعرف انه هذه عبارة عن Exploratory Data Analysis وفيها Data Visualization. فيها Data Visualization التاجز ممكن اكتب زي هيك EDA موجود كتاج، وفي عندي برضو تاج تاني اسمه Data Visualization. ففعلا بروح بفلتر لي كل النوت بوكس اللي لها علاقة بالData Visualization. تمام؟ اوكي؟ طيب فحكينا انه Exploratory Data Analysis ايش في انه انا ممكن اعرف الديستريبيوشن تبع البيانات، اعرف التوزيع تبعها، او اعمل Comparison مقارنة بين الاتريبيوتس او الفيتشرز تبعت البيانات واكتشف Relationship بيناتهم. اكتشف الريليشن شيب بيناتهم. في عندنا خريطه برضه في الداتا فيجواليزيشن مفصله اكثر بتساعدني انه انا في اي اتجاه اروح. تمام، طيب الان بدنا نرجع للباندا للتشيت شيت. هذا بدي اياك ترجع له باستمرار، كل ما انت تتوه في شغله معينه ترجع له. وفي عندك هنا بلوتينج، شايفين؟ تمام بالضبط. في انا عندي نوعين في الرسم، انا عندي في الباندا اللي هو الهيستوغرام. تمام، بروح بقسم لي البيانات لفترات وبروح بحسب الفريكوانسي لكل فتره، هيستوغرام. تمام، وفي عندي السكاتر بلوت. ايش بدي له؟ بدي له الاكس والواي. الاكس حيكون عباره عن عمود والواي عباره عن عمود ثاني، فبعمل لي سكاتر بلوت لهدول النقاط. بس هذا الفيجواليزيشن موجود في الباندا. عشان هيك انا في عندي مكتبه ثانيه في الفيجواليزيشن شو اسمها؟ سيبور. تمام، المكتبه هاي بدك تتعود عليها وتشوف الدوكيومنتيشن تبعها. تمام، ففيها تيتوريال وفيها جاليري، ممكن انت تشوف انه ايش نوع الديستريبيوشن اللي انت بدك اياه. وبورجي لك مثلا هذه الهيت ماب كيف بدي اعملها، تضغط عليها فبتلاقي هنا بالكود بالاكزامبلز بيورجي لك كيف انه انت ممكن تسويها. او ممكن تعمل على سبيل المثال تعمل سيرش على فانكشن معينه زي ما حنشوف هناك. حنرجع للدوكيومنتيشن نشوف ايش هي الباراميترز، كلها مشروحه حتلاقيها هنا. طيب طبعا اول درس عندي طبعا هنا بشرح لي الكلام على النوت بوك. الفيجواليزيشن احنا حنعمله على النوت بوك، وهذه شغله كثير مفيده بالنسبه لي انه البلوت انا عندي حيظهر عندي في السيل على الجوبيتر وبتعملها سيف خلاص، يعني بتنحفظ الرسمه لما تعمل سيف على النوت بوك. تمام، هنا بحكي لك انه انت كيف بدك تعمل لود للبيانات، وهذا اوريدي احنا خلصناه. طبعا في البلوت انا بحتاج لمكتبه حتساعدني في البلوت اسمها matplotlib.pyplot.as.plt، وهذا الالياس او الاسم المستعار برضه ستاندرد، حتلاقي انه كله زي هيك. تمام، بتحتاج انه انت تضيف في هذه الدايركتيف هذه التعليمه انه matplot inline، معنى ذلك انا بدي ان الرسمات تظهر انا عندي في النوت بوك. تمام، والمكتبه اللي احنا حنستخدمها سيبورن والالياس تبعها SNS، بدك تتعود برضو على هذا النظام. تمام، لو انا في عندي بيانات هي الباث تبعها
تمام، بقراها سي اس في عادي تمام، واديته المسار تبع البيانات هذه، واديته الاندكس كولوم، ما فيش حاجه جديده عندي. طبعا هذه البيانات للفيفا، هي عباره عن دوري الفيفا، انه انا عندي لعده سنوات، بالاضافه للفرق او البلدان قديش مجموع الاهداف اللي سجلتها. فعشان هيك ما دام انا عندي الاندكس كولوم بتساوي ديت، ففي انا عندي ارجمنت اضافي اللي هو بارس ديت بتساوي ترو، بطلب من الباندا انه هي تتعرف على الديت مش تتعامل معاه از سترينج. تمام، كيف شكل البيانات؟ انا عندي بهذا الشكل، عندي الديت اللي هو هذا الاندكس تمام، وهي الاعمده طبعا بالكنتري كود، ارجنتينا، برازيل، اسبانيا، فرنسا، جيرماني، ايطالي تمام. ارجنتينا في هذا اليوم في 93 8 8 93 سجلت 5 اهداف، برازيل سجلت 8 اهداف، اسبانيا 13 هدف، وهكذا تمام. لاحظ انه هذه تايم سيريز 8 8 23 8 22 10 وهكذا. طيب كيف اعمل بلوت؟ اول خطوه بدي احدد ابعاد البلوت تبعي من خلال باراميتر اسمه فيجر، plt.figuresize. هذا الكلام اوبشنال، لو انت ما حطيتوش مش حيصير ولا شيء، وبحط لك الديفولت. الديفولت صغيره، رسمه صغيره زي هيك، فانت اذا بدك توسعها تمام بتزود العرض تبعها وبتحدد الارتفاع. دائما العرض اكبر من الارتفاع، لانه يعني انت بدك الرسمه تطلع بالعرض بالبوينت بالبكسل. نعم تمام. وكيف بدي ارسم؟ اول بلوت احنا حناخده اسمه لاين بلوت، فبكتب اس ان اس الالياس دوت لاين بلوت، وبدي له الداتا بتساوي فيفا. ايش راح يسوي؟ لكل عمود راح يرسم خط، لانه هذا عباره عن لاين بلوت بهذا الشكل تمام. فهي برسم لك انت عندك السنوات هي من 96 لغاية 2016، وقديش مجموع الأهداف، هذه مجموع الأهداف هنا في الواي أكسس لكل فريق تمام في الفترات هاي تمام. طيب ناخذ النوع الاول من البلوت اللي هو لاين تشارتس. الاول بس انه احنا تعرفنا الدرس الاول احنا تعرفنا على المكتبه تمام، واخذنا منها اللاين بلوت اللي احنا حناخده بالتفصيل هيو في الدرس الثاني. حط في راسك دائما انه اللاين بلوت انت بتعمل فيجوالايز ترندز اوفر تايم، لما انت بدك تورجي ترند من شو ترند البيانات الموجوده عندك تلجأ لايش؟ لللاين charts. نعم طيب الداتا سيت تبعي في السيناريو هذا، انت هتلاقي كل مره سيناريو مختلف، دومين مختلف. السيناريو هذا عباره عن ميوزك ستريمينج من السبوتيفاي. عارفين السبوتيفاي؟ زي الساوند كلاود في ميوزك تراكس تمام. وهنا ركز على 5 اغاني من 2017 ل 2018، هي شيب اوف يو، ديسباسيتو، سامثينج جاست لايك ذس، هامبل، انفورجيتابل. قديش تعرفوا من هدول الاغاني؟ اول ثلاثة وانت بتقول ولا واحدة. مين بقول كلهم بيعرفهم؟ فيش ولا واحد كلهم بيعرفهم؟ كديش بتعرف من هدول؟ كديش؟ اول ثلاثة تمام. ايش الترند تبع هدول التراكس؟ ايش الترند تبع هدول التراكس؟
تمام. اول خطوه بدي اعمل لود للداتا، هاي الباث تبعها تمام. طبعا الاندكس كولوم انا عندي الديت، هيو شكلها في الاكسل بتفتحها زي هيك، هي الديت تمام. وهي الخمس اغاني، كل تراك، كل ميوزك تراك موجوده في عمود تمام. فبالتالي بحط الاندكس كولوم هو الديت، وهنا لازم بارس ديت بتساوي ترو. دائما الترند هذا بنقاس انه اوفر تايم، فبالتالي لازم انه انت وين ما بدك تظهر الترند لازم يكون في عندك عمود للتايم للديت، وتعمل تختار انه هو الاندكس وتعمل بارس ديت بتساوي ترو حسب حسب الايش؟ ما انا بحكي انه في الترند عادة، في الترند، الترند بدك تعمل لاين بلوت، في اللاين بلوت لازم يكون في عندك عمود للديت وتعمل بارس ديت بتساوي ترو. هاي الهيد تبع البيانات، ايش في عندي؟ في 6/1/2017 الشيب فيو قديش كان فيها هيت؟ قديش كان فيها ستريمينج؟ عد معي. اي 3 اي 3 12 مليون. ديسباسيتو نعم لسه ما كانتش طالعه تمام، والباقي لسه ما كانتش طالعه، فبالتالي هنا انه ما فيش بيانات لانه ما كانتش لسه ريليست تمام. بعديها 7/1/2017 13 مليون زادوا، بعديها 8/1/13 بعدين صارت 14 مليون 14 مليون اوكي. طيب انت شفت اول خمسة اخر خمسة بالتيل، بتلاحظ انه هنا كان في عندك ارقام في الشيب اوف يو، هلقيت صار في عندك ارقام فيهم كلهم تمام. يعني على سبيل المثال في اخر يوم 9/1/2018 مين اعلى واحدة كانت؟ ادي 2 مليون، ادي 2 مليون 2 مليون 2 مليون وهذه 700، هذه 4 مليون تمام، كلهم اقل من 4 4 2 2 2 2 تمام. طيب نعمل بلوت للبيانات. انا عندي كيف بعمل بلوت؟ كيف بعمل لاين بلوت؟ اس ان اس لاين بلوت وبدي له الداتا. فايش هو بروح برسم؟ كل عمود بروح بعمل له خط اوفر تايم. ايش الترند انا عندي؟ طبعا هذا اوفر تايم، هنا لاحظ معايا انه انت عندك هي حط لك في 1/2017 3/2017 لغايه اخر حاجه 1/2018. ايش بتلاحظ؟ ايش يعني الداتا فيجواليزيشن؟ انه مش بس انه انت بتعمل بلوت وهيك تقعد تتفرج عليها، لا بدك تفسر لي مهاره تفسير الرسمه، هذه اساسيه ضروريه. انت ايش بتفسر من هاي؟ قبل ما نبدا باغنيه محدده، قبل ما نبدا بتراك محدد، بدي انا بشكل عام انه انا في عندي نمط عام، ايش هو اياه؟ ايش هو النمط هذا؟ انه الترند بيعلى عند منطقة معينة بعدها بيرجع بينزل تاني. مستحيل فيش اغنية عندك على مدار التاريخ انه بضل الترند تبعها انه زي هيك، لازم تطلع زي هيك زي الويف وبترجع تنزل تاني، هذا النمط العام. طبعا الويف هذه البيك تبعها بيختلف من اغنية لاغنية، يعني على سبيل المثال اول واحدة هذه اللي باللون هذا انه شيب فيو، انه انا عندي صارت زي هيك طلعت وبعديها بدأت تنزل بالتدريج، النزلة تبعتها بالتدريج. ديسباسيتو تمام، هاي انه بلاقي انه هي طلعت بعديها صار سبايك فجأة، عارفين السبايك؟ شو بقول لك انه عامل شعره سبايكي، موقف شعره تمام. فكان في عندي سبايك هنا وبعديها رجعت تنزل بهذا الشكل تمام. هذه اللي باللون الاحمر اللي هي هامبل،
لانه في تنتين، هدول التنتين متقاربات، هي الخط تبعها متقطع هذه الثانيه. الهامبل برضه نفس الشيء صار، انه انا عندي طلعت زي هيك وبعديها بدأت تنزل بالتدريج، تمام. فا unforgettable خلينا نظهرها هنا احسن. unforgettable هذه اخر واحده صارت تطلع بالتدريج ونزلت بالتدريج، تمام. يعني اغلب التراكس انه كان فيها صعود مفاجئ، لاحظ انه هذه زي هيك وبعديها طلعت مره واحده وبعديها بدات تنزل. هذه اللي باللون الاحمر برضه نفس الفكره، طلعت مره فجاه واحده مره واحده وبعديها بدات تنزل، تمام. والثانيه اللي هي something just like this، هيها برضه نفس الفكره، طلعت شويه وبدات تنزل بالتدريج، طلعت فجاه، تمام. ما عدا unforgettable طلعت بالتدريج ونزلت بالتدريج، تمام. نعم. لكن احنا نحن الرسالة اللي قبل الإصدار حتى سنة سنة سنة، يعني حتى تقريبا بين كل ديت وبين شهرين، على أساس إيش هو محدد الوقت؟ هو برسم للاين هنا. انت عندك البيانات هيها، الديت انت عندك 5/1/2018، 6/1/2018 ديلي، هذه البيانات ديلي. فعلى طبيعة البيانات هنا ما دام انه هي ديلي، هو بروح بحط الكاش كل الانتري هذه لانه ما فيش وسع، فبالتالي بحط لك مثلا بحط انه كل 6 شهور بحط ليبل على حسب البيانات، على حسب البيانات. هنا ان البيانات انا عندي ديلي، فبالتالي انه هي ديلي. نعم. طيب شوف معي، انت اول تاريخ انت عندك قديش؟ 6/1/2017 والاخر 2018، هي كلها سنتين وبالمعدل 24 شهر، يبقى في عندك 24 رو. اما هديك تبعت الفيفا، تمام، انت عندك السجلات كلها، انا مش عارف قديش عددها، احنا ممكن انه احنا نشوفها، بس انه كلها الفتره كلها 4 سنوات، لغايه 4 سنوات، والاربع سنوات هدول انه عندك كل سنه بيكون في انتري. يعني مثلا في 2016 بتلاقي عندك سجل للمباريات اللي هي فتره كاس العالم، قديش الفتره تبعتها؟ اسبوعين زمان، تمام. بعديها بتروح من 96 كاس العالم بصير الفيفا بتصير كل 4 سنوات، بتروح على 2004 قديش الفترة تبعتها؟ برضه اسبوعين، وهكذا. فبالتالي هو بروح بتطلع على البيانات انه قديش انه هاي، وعلى اساسه انه هو بروح بعمل البلوت وبحدد الانترفال هذه لوحده اوتوماتيك. انت بدك تحدد انترفال معينة، بتروح هنا على اللاين بلوت هذا على الدوكيومنتيشن. مش اذا بتقدر، بتقدر فعلا، تمام. انت عندك هنا الاكس والواي والهيو والسايز، تمام. في عندك شغلات لها علاقه، هاي اجيب لك اياها، هي كلها مشروحه هنا. الداتا الستايل هيو نورمال سايزز السايز اوردر الماركر اليونتس. اليونتس هنا انت بتحدد انه جروبينج فاريبل ايديفاينج سامبلينج يونت، انه على اي اساس انه 2000 2004 2000 وكذا، هو بروح بعملها اوتوماتيك. فبالتالي هنا الديفولت انه هو لحاله بروح بعملها، بدك انه انت تحددها بتروح بتحط له اليونت هنا از ا سيت. ايش السايز اللي انا بحدده؟ هو اللاين بلوت السايز، قصدك السايز اللي هنا؟ لا لا، حكيت احنا في النوت بوك حورجي لك انه انا السايز هذا ممكن العب فيه، والفتره اللي تحت ما بتختلفش خالص. لا مش هي، تمام.
طيب لاحظ هنا انه هو حط لك الرسمه هنا في الديفولت، هنا ايش غير؟ حط الفيجور سايز وحط التايتل، تمام؟ وبتلاحظ انه اعطاها عرض اكبر، وبتلاحظ انه هي نفس الفترات، هيك صارت الرسمه واضحه اكثر لما انت زودت العرض، تمام؟ وهنا لاحظ 1/2018 11/2017 هي نفسها هاي 1/2018 11/2017 تمام. طيب ممكن نعمل بلوت، بدي اقارن تنتين مع بعض. احنا شفنا هنا بشكل عام، يبقى انت عندك الشغلات الاوبشنال اللي هي التايتل اللي هو plt.title والplt.figureSize، ما حددتهمش، بحطهم الديفولت. تايتل بيكون نان، والسايز بحطه اعتقد انه شغله مربعه اللي هي على ما اعتقد 4×4 اذا انا ما كنتش غلطان. لكن الشغله الاساسيه SNS بلوت، وايش بدك تديله؟ البيانات الداتا بالضبط اللي هي راح يرسم الاعمده. طيب انت ممكن انه انت تركز على تو تراكس من هدول، بحيث انه انت خلص بتوضح الرسمه عندك اكثر لما يكون في عندك تو تراكس. فبالتالي الداتا اللي هنا بدل ما تمررها كلها، بقول له انا بدي منها العمود هذا والعمود هذا. فببساطه بشوف ايش هي الكولومز تبعتي، هاي وجاب لي اياها، وبقول له بدي اعمل بلوت لايش؟ هاي لاين بلوت للشيب اوف يو، تمام؟ وحط له ليبل، وعندي لاين بلوت للديسباسيتو وبرضه حط له ليبل. وهذه الشغله انا بالمناسبه ممكن اعملها في لاين واحد، واقول له انه انا بدي عمودين هدول بس، تمام؟ حنشوفها برضه في الاكسرسايز، اوكي؟ فبتلاحظ انه خلاص شال بقيه اللاينز، وضل انا عندي هدول التو لاينز فعلا، انه انا بقدر اقارن للترند في هدول التنتين. انت الان ممكن انه انت تركز في الموضوع، موضوع الترند انت ايش ممكن تستخدمه في دومينز تانية. انت عندك الاوردر لايتم معين، يعني انت بتكون انت بتجيب الايتمز تبعتك، انت عندك متجر الكتروني، بتجيب الايتمز تبعتك وبتشوف قديش انت عندك الفاليو كل تاريخ كم اوردر فيه، تمام؟ وبتروح بتشوف الترند تبع منتج معين، متى بينطلب اكثر شيء؟ في الصيف، في الشتاء، ولا ملوش علاقه بالسيزون؟ او انه ايش الشغلات اللي بتكون مثلا انه ترندي اول ذا تايم، ولا كل منتج النمط تبعه انه برضه موجه، انه بيعلى وبعديها خلاص ببطل حدا يطلبه؟ شو طبيعه المنتجات اللي موجوده عندك في المتجر؟ فبتقدر تحللها. انا عندي اوتيل، طبيعه الحجوزات اللي عندي هل هي بتخضع للسيزون؟ شو الترند تبعها؟ فأي شغلة من هدول الشغلات برضو بيكون انه انت ممكن انه انت تجيب له ترند، تمام؟ اوكي. طيب خلينا اخليكم تخلصوا الاكسرسايز هذا الاول والثاني، تمام؟ عشان تستوعبوا معي اكثر، وبعديها بنرجع بنكمل هنا في بقية الفيجواليزيشن.